حسين يا غريب. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه قلت صبرا جميلا، ما أرى صبري الجميل جميلا، ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا، فقدت أحمدا وناحت طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا، لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا.